السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وبألف خير، نتوما والأهل والأصحاب ووليداتكم يا ربي. فيديو جديد بغيت نشارك معكم فيه هذا الريدو ديال الكوزينة. كيف ما كتشوفوا اللي بغات تخيط شي ديكورات ديال المطبخ، هذا ريدو ديال الباب ديال الكوزينة كيجي على هذا الشكل. درت ليه الدانتيل، هاد التوب كي درت من 100 للمتر، هادي العبار اللي فيها جوج مترو على مترو ونص، طول جوج مترو والعرض مترو ونص. درت لهاد الويدات هنايا باش كتجي مجموعه، لو بغيتي تخليها مطلوقه كتخليها، بغيتي بغات السيده تجمع على هاد الشكل كتجي بحال هكا. كتجي في هاد السكراتش هي اللي كنجمعوها بها، وكتجي بهاد الدانتيل كتجي زوينه على حسب كل واحد والاختيار ديالو، كاين اللي كيبغي لاصو كاين اللي كيبغي هاد الشبيكه. والفوق كل واحد والاختيار ديالو على الشكل اللي كيبغي. انا درت لها هذا هكا سامبل، هذا الريدو ديال الشرجم ديال الكوزينة. القياس اللي فيه مترو 10 على مترو 10، تا هو بنفس الخدمة. وكل وحدة على حسب القياس اللي كتبغي، على حسب الشرجم شحال عندها فيه ديال العبار. هاد الشوبه البنات راه زوين، كاليتي مزيانه. ما بغيتش ندير الثوب ديال الفواكه، عجبني هاد الثوب هو اللي دارج دابا، والخدمه كيجي سامبل فيها بهاد الدونتيل، كتجي حاجه زوينه نقيه. تا هو يمكن لك تطلقيه ويمكن لنا يجي مجموع. الزيف ديال الثلاجه كيجي فوق من الثلاجه، كيجي على هذا الشكل. درت لي هاد الجيب هنا على شكل قلب، كيجي طايح من هاد الجهه ومن الجهه الاخرى، الجهه الاخرى حتى هي فيها قليب. هذا فيه في العرض 70 وفي الطول ديالو متر ونص، وكيختلفوا العبارات على حسب كل واحد والثلاجه عندها. من القدام كيجي فيه الدونتيل، كتجي الشبيكه فيه.
ما ذكرش لكم الاثمنه لاني بقى ما درتش الثمن ديال الخياطه. كيجي من القدام على هذا الشكل، فيه هاد الدونتيل. هذا الزيف ديال البوطاجي، السيدة عندها البوطاجيات، دارت لهم هاد الخامية. هادو كيبقاو سامبل، ما درتش فيهم لا دانتيل، غير بلاصه لاستيك ولا العصا ولا السلك على حسب كل واحد. خياطة سامبل. هو هاد التوب زوين بلا ما يحتاج لا دانتيل لا لاسو لا اي حاجه، بحال هكا كيبان زوين. وتوب كان نعاود ناكد لكم عليه بانه توب زوين بزاف، يعني تصبنيه وتعاوديه ما كيكشف، ما يعني كاليتي مزيانه، كيبقاو الالوان ديالو هي هي. وفيه الوان اخرى، فيه اشكال زواق اخرى. وهاد التوب كان فات مني نيت خدمته لواحد السيده، كان بغاتو بالحمر، خدمته لها بالحمر. يمكنك تخدميه بالكري، تخدميه على حسب كل واحد الذوق ديالو. هذا البنات غطا ديال ماكينه الصابون، كيجي على هذا الشكل. حتى هو درت ليها الدونتيل هنا، جا داير بيه. ودرت ليه هاد القليب هنايا، ومن القدام هنا في هاد الفتيحه. هو هاد الغطا شويه كبير على هاد الماكينه، هاد الغطا على حساب الماكينه ديال السيده اللي عبرت ليها. كيجي على هاد الشكل هاكا، كيجي طايح من هنايا في الجناب. كتجي كامله مغطيه. كيجي فيها لاستيك من هاد الجهه والجهه الاخرى باش كتجي مزير على ماكينه الصابون. هذه مع ما جاش مزير مع ماشي القياس ديال هاد الماكينه. نتمنى البنات هاد الفيديو يعجبكم، ونخليكم دابا بسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.